لبنان بسرعة وأسس المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى انبثقت منه حركة المحرومين. لاحظ المحرومين المظلومين، شوف شوف كله متميوتين، كله يدورون المظلومية وعلى نسق ثقافة المظلومية، وهي أخطر ثقافة لأنها تضرب على وتر طائفي. إحنا المظلومين، إحنا المحرومين، كأن غيرهم مو مظلوم، كأن غيرهم مو محروم، كأن غيرهم يعيش في بحبوحة من عايش، كأن غيرهم. يا أخي الحين في كل البلدان كل الأصحاب الكل من غير يعني يعاني من سكن، يعاني من تعليم، يعاني من غلاء. أنتوا بس، أنتوا بس المحرومين، أنتوا بس المظلومين، أنتوا بس المميزين. هذه وتر طائفي خطير ما كنا ندركه وما كنا نعرف لوين بيوصلنا. ليه وصلنا الدوار وشق صف الوحدة الوطنية، ويو قالوا احنا نشق صف الوحدة الوطنية واحنا نتكلم عن الطائفية. احنا قدنا طائفة بأكملها وقلنا بنقيم دولة الطائفة ودولة الولي الفقيه. تكلموا الصج يا جماعة يا مثقفين يلي تتهمون ان احنا نشق الوحدة الوطنية. احنا ندافع عن الوحدة الوطنية، وندافع قبل ان ندافع عن الوحدة الوطنية ندافع عن البحرين، عن تراب البحرين، لئلا تمس يد الأجنبي الإيراني اللي له أطماع تاريخية توسعت وتأكدت وتأصلت للأسف الشديد مع قوى داخل البحرين. مع أول البحرين في 71 لما صار في السبعينات، لما صار الاستفتاء 1970 على ما أعتقد، لما صار الاستفتاء على عروبة البحرين وصوتوا وانتوا على عروبة البحرين كنتوا خايفين ان الشاه ياخذني. احنا ندرك هذه الحقيقة. رقم 2، ما كان هناك مشروع التوسع للولي الفقيه. وبعدين انتوا لما صوتوا ليش تمنون على بلادكم؟ تكلموا الثانية الحين وقلتوا صوتنا على عروبة البحرين. يا اخي انتوا تغيرتوا، ولاكم تغير من عروبة، حتى لو انا افترضت فيكم حسن النية في 1970 ذاك الوقت ما تأسست احزابكم بالشكل الخطير، ما اخذت صيغة الولي الفقيه. عرفتوا ماي هذه المدرسة وأسس الشرازيين هني في البحرين، لأن هي في 75 وانتوا صوتوا قبل، وانتوا كنتوا أصلا يهال ما يحق لكم التصويت نصكم. أعزائنا والله عندنا أشياء كثيرة نبي نتكلم فيها ونحللها بتحليل عميق وبلغة بسيطة مفهومة توصل لكم كلكم، ونتداول فيها ونتحاور، لكن الوقت دائما يسرقنا. بس لنا إن شاء الله لقاء.